بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى لقاء متجدد من هذا البرنامج. مرحبين بمستهل هذه الحلقة بضيف البرنامج معالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. السلام عليكم يا شيخ صالح. وعليكم السلام ورحمة الله. بارك الله فيكم وأثابكم الله وجعل ذلك في موازين حسناتكم. أحسن الله إليكم. نستهل هذا اللقاء بقول الله عز وجل: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. السائل يقول: بارك الله فيكم، ما هي حدود الكراهية وما هي حدود المحبة، وخاصة المحبة في الله سبحانه وتعالى؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذه الآية الكريمة في الجهاد والقتال في سبيل الله، لما فرضه الله وأوجبه على هذه الأمة لإعلاء كلمة الله ونشر دين الإسلام وقمع الكفرة والمشركين، فإن بعض المسلمين شق عليه ذلك وكره الجهاد كراهية طبيعية لا شرعية. الشرعية لا يجوز أن يكره ما شرعه الله، وإنما هذه كراهية طبيعية لما في الجهاد من المشقة وما فيه من تعرض للقتل والجراح وغير ذلك. هذا لا شك أن النفوس تكرهه، ولكنها ترضى بما شرعه الله سبحانه وتعالى لأن عاقبته طيبة ومآله إلى الخير. ولهذا قال جل وعلا: كتب عليكم القتال، يعني فرض عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، أي ولو كرهتم القتال في سبيل الله فإنه خير لكم. والنظر إلى العواقب والنتائج، ولا ينظر إلى مجرد ما تكرهه النفوس ويشق عليها، وإنما ينظر إلى العواقب والنتائج العاجلة ولاجلة. والجهاد عواقبه حسنة وعواقبه طيبة في الدنيا: نصر للإسلام والمسلمين، قمع لأعداء الدين، وعز للإسلام والمسلمين، وفي الآخرة يورث الجنات للمجاهدين. إن في الجنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: 100 درجة، ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض، أعدها الله للمجاهدين في سبيله. ثم قال جل وعلا: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. كراهية النفوس ليست دليلا على الخير والشر، وإنما النظر إلى العواقب والنتائج. عسى أن تكرهوا شيئا من الجهاد وغيره وهو خير لكم، إذا كان فيه مصلحة راجحة وعاقبة طيبة فهو خير للأمة. وهذا عام في الجهاد وغيره: عسى أن تكرهوا شيئا، أي شيء مما فيه مصلحة راجحة وهو خير لكم، وعلى العكس: وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. إذا كنتم تحبون ترك الجهاد وعدم الجهاد تقديما لراحة النفوس وبعدا عن المشقة والأخطار الجهاد، فإنكم وإن تحبوا هذا فإنه شر لكم، لأن ترك الجهاد في سبيل الله يسلط المشركين والأعداء على المسلمين.
كما هو الواقع والمشاهد أنه لما ترك الجهاد فإن المشركين تسلطوا وبغوا على المسلمين. ولا يخفى واقع الناس اليوم لما ترك الجهاد في سبيل الله، والله يعلم ما يكون في المستقبل وما يكون من المصالح فيما شرعه الله، وأنتم لا تعلمون ذلك لأنكم لا تعلمون الغيب ولا تطلعون على مستقبل الأمور. الواجب أن تفوض الأمور إلى الله عز وجل وأن يتوكل عليه ويرضى بما شرعه سبحانه وتعالى. نعم، أحسن الله إليكم، بارك الله فيكم. هذه إحدى الأخوات تقول: حفظكم الله، لدي أولاد وكثيرا ما أحلف عليهم بألا يعملوا كذا لكنهم لا يستجيبون لأمري، فهل علي كفارة في هذه الحال؟ إذا نويت عقد اليمين يكون عليك كفارة إذا خالفوها. قال الله جل وعلا: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. وفي الآية الأخرى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، أي نويتم عقده على أمر مستقبل ممكن ثم حصل مخالفة لليمين وجبت الكفارة. كفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. نعم، أحسن الله إليكم. سؤالها الآخر تقول: كم عدد سنن الرواتب وما هي، وهل سنة الفجر واجبة؟ الرواتب 10 ركعات، أقلها 10 ركعات، ركعتان قبل الفجر بعد طلوع الفجر، وركعتان قبل الظهر، وركعتان بعدها. وأما العصر فليس له راتبة لا قبله ولا بعده، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، هذه 10 ركعات. وإذا صلى قبل الظهر 4 ركعات وبعدها 4 ركعات يكون المجموع 14 ركعة، فهذا أفضل وأتم. نعم، صلاة الفرض في وقت النهي لمن فاته، ما حكم ذلك؟ صلاة الفرض تصلى، نعم، في أي وقت تنبه لها إن كان نائما أو ذكرها إن كان ناسيا، يبادر بصلاتها في أي وقت، هذا هو وقتها. قال صلى الله عليه وسلم: من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. فليس للصلاة التي ينساها أو ينام عنها ليس لها وقت، بل يبادر بصلاتها في أي وقت تذكر أو استيقظ. نعم، نستقبل أول اتصال في هذه الحلقة. عبد الله من الخارج. نعم، السلام عليكم. عليكم السلام. عندي سؤال. سم، ارفع صوتك وتفضل بالسؤال. في حديث عن الرسول يقول: فيه: ما من أحد منكم إلا وقد كتب مقعده من الجنة ومقعده من النار، إلى آخر الحديث. السؤال عندي: أريد شرح الحديث والتوجيه لبعض الناس الذين يحتجون بالقدر على الأعمال التي يعملون المعاصي، وشكرا. شكرا لك، تفضل يا شيخ. نعم، هذا الحديث حديث صحيح، ومعنى كتب مقعده من الجنة ومقعده من النار هذا من ناحية القضاء والقدر، الله قدر هذا سبحانه وتعالى، ولكنه أمرنا بفعل الأسباب من الطاعات وترك المحرمات، وهذا باستطاعتنا ومقدورنا، فنحن نفعل ما أمرنا الله به ولا نحتج بالقضاء والقدر، ونترك ما نهانا الله عنه من المعاصي والمحرمات ولا نحتج بالقضاء والقدر.
هذه طريقة الجبرية الضلال، وأما طريقة أهل الحق فهم يؤمنون بالقضاء والقدر ويعملون. ولما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لأصحابه ما منكم من أحد، قالوا يا رسول الله ألا نتكل على كتابنا ونترك العمل؟ قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. وأنزل الله تعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. نعم أحسن الله إليكم. معنا اتصال محمد من المدينة المنورة، على ساكنها أفضل الصلاة وأتم التسليم، تفضل يا محمد. ألو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ ألو حياكم الله. معك الشيخ، تفضل بالسؤال. إذا عقد الرجل على المرأة ثم توفي قبل أن يدخل بها، ماذا لها وماذا عليها؟ طيب تفضل يا شيخ. شكرا. عليها العدة، عدة الوفاة 4 أشهر و10 أيام، ولها الميراث من زوجها، عليها العدة ولها الميراث، ويلزمها الإحداد في عدة الوفاة، وهو ترك الزينة والطيب ولزوم البيت. نعم أحسن الله إليكم. هذا يسأل سوداني مقيم في المملكة، يقول ما هو حكم الذهاب أو تخصيص يوم بالذهاب إلى المقبرة وذلك عندنا عادة منتشرة؟ تحديد يوم معين لزيارة القبور لا دليل عليه، فمن لازمه فهو مبتدع بهذه الطريقة. زيارة القبور مشروعة في كل يوم إذا أمكن، يعني ما هو بكل يوم، لكن يعني يفعلها في أي يوم من الأيام دون تحديد لذلك، لأن التحديد يحتاج إلى دليل، ولا دليل على التحديد في يوم معين، وإنما حسب ما يتيسر له في أي يوم من الأيام يذهب ويزور القبور لأمرين: أولا السلام على الأموات والدعاء لهم، وثانيا الاعتبار بأحوال الأموات وتذكر الموت، فإنها تذكر بالآخرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو الغرض من الزيارة الشرعية. نعم أحسن الله إليكم. من لم يصلي على المتوفى وبعد شهر تذكر ذلك أو علم بذلك ثم أتى وصلى عليه، ما حكم ذلك؟ لا فاتت الصلاة عليه، لأنه نعم بعد الشهر يكون قد تحلل، وفي الغالب أنه تحلل جسمه، فصلاة الميت الصلاة على القبر إلى شهر كما ذكر العلماء، لأنه بعد الشهر يتحلل ويكون ترابا، الله أعلم. نعم معنا اتصال مسفر من الرياض، حياك الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. مسفر أبو خير، حياك الله. بسأل الشيخ رد خير عن السعودة، في شركات تسجل سعوديا تعطيهم مبلغ 1500 2000 كذا وتسرح ما يشتغل عندها نهائيا، بس يمشي له المبلغ هذا، ما ادري هو حلال للي يستلمه ولا مو بحلال. السؤال الثاني رد خير عندي، واحد اعطاني مبلغ. خليني اجاوبك على السؤال الاول. مسفر اسمع للجواب السؤال الاول، تفضل. طيب. تفضل يا شيخ. اقول هذا احتيال ولا يجوز وكذب، وهذا ليس الغرض منه انك تعطي السعوديين دراهم بصورة انك موظفهم وانت ما وظفتهم، وانما هذا من باب الاحتيال، فلا يجوز هذا لك. نعم. يعني حرام على المستفيد يا شيخ؟ نعم المستفيد اذا لم يعمل عملا فليس له اجرة وليس له راتب، هذا ارتدادي. السؤال الثاني يا محمد مسفر. السؤال الثاني الله يجزاك خير، في واحد اعطاني مبلغ من المال. إيه؟ قال مشه لي يعني مشروع، بعدين ما لقيت له مشروع فاخذته هنا وناوي ارجع عليه بزياده من عندي بدون ما نتفق على الزياده هذه، الزياده هذه من عندي انا لاني ما قدرت امشيها، فاخذته هنا وبرجعه ان شاء الله بفائده. طيب شكرا يا مسفر، تفضل يا شيخ. لا يا اخي رجع له المبلغ بدون زياده وبدون شيء، ما دمت ما شغلته ولا حصلت له مرابح ترجعه له وتخبره بأنك ما تيسر لك تشغيل هذا المبلغ. نعم أبو حسن من جازان. نعم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. مساك الله بالخير يا شيخ خالد. حياك الله.
أمسي على شيخنا الكريم الشيخ صالح. حياك الله. عندي سؤالين طالب ارتداد. سم عطنا يا ابو حسن الاسئله. السؤال الاول، التلفاز يا شيخ، حكم وجود التلفاز والدشه في المنزل، وايضا اصبح وجوده حتى في السيارات والمكاتب. والثاني قال تعالى: ووصينا الانسان بوالديه احسانا، صدق الله العظيم. لو تحدثنا فضيله الشيخ قليلا عن بر الوالدين خاصه، ونسمعه من حقوق للوالدين في هذه الايام. شكرا يا ابو حسن، بارك الله فيكم. تفضل يا شيخ عن التلفاز يسال. السلامة منها أحسن. طيب، ولا حد ملزمك بالتلفاز، كونك تسلم منه وتبعد عنه أحسن لك ولأهل بيتك. وأما السؤال الثاني، ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، وصينا وبالوالدين إحسانا. نعم، المراد البر بهما، بالقول وبالفعل وتأمين حوائجهما والإنفاق عليهما إذا احتاج، لأنهما هما كفلاك، وأنت صغير لا تملك لنفسك ضرا ولا نفعا، فإذا عجز بالكبر والشيخوخة أجب عليك أن ترد الجميل إليهما وتبر بهما. قال تعالى: وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وحق الوالدين يأتي بعد حق الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وقال جل وعلا: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. فتكرر هذا في القرآن أن الله يذكر حق الوالدين بعد حقه سبحانه وتعالى، فهذا يدل على تأكد حق الوالدين وأنه فرض على الولد. نعم، أحسن الله إليكم. هذا يسأل يقول: هل المرأة المطلقة لها نفس حكم المتوفى زوجها عنها في الخروج في العدة؟ لا، ليست مثل المتوفى عنها، لها أن تخرج، لكن نعم، مع التستر ومع عدم التزين في العدة حتى تنتهي عدتها، ولا تخطب وهي مطلقة باين، لا تخطب، لا يجوز، ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء وأكننتم في أنفسكم، ولكن لا تواعدوهن سرا، فلا يجوز خطبتها، إنما يجوز التعريض لها من غير تصريح. فهذا الذي يلزم المعتدة الباين، المطلقة الباين، أن تعتد بالحيض، ثلاث حيض إن كانت ممن يحيض، أو بثلاثة أشهر إن كانت لا تحيض، وفي أثناء العدة تحفظ نفسها، ولا يجوز خطبتها صراحة حتى تكمل عدتها. أما المطلقة الرجعية فهذه زوجة، ما تزال في عصمة الزوج، ولا يجوز لأحد أن يعرض لها، لأنها ما زالت في عصمة الزوج وما زالت زوجة. نعم، أحسن الله إليكم. معنا عامر من المدينة المنورة، تفضل. مرحبا، السلام عليكم. السلام. نعم يا عامر، بالخير يا شيخ، حياك الله. الله خير. نعم، تفضل. والدتي كبيرة في السن. نعم، وما يكونها أربعة أبنها توفوا رحمة الله عليهم، وعطتني مبلغ من المال وتقول لي ادفع عنهم، يعني ادفع لهم فدية أو صدقة. طيب، السؤال عديدة يا فضيلة الشيخ، غفر الله لك. طيب، تفضل يا شيخ. ادفع عنهم، وش ادفع عنهم؟ هي تقول ادبح ذبايح، تقول والدتي هي كبيرة وتقول ادبح ذبايح، يعني أضاحي. لا، تقول ما ذبحت لهم العقيدة من الصغار لحد الآن. والله أعلم. العقيقة فات محلها يا أخي، لكن تصدق عنهم. طيب، الصدقة عنهم تعطي المحتاجين، تنوي ثواب الصدقة لهما، هذا شيء طيب. وفي وقت الأضحية تضحي عنهما، هذا طيب. نعم، السؤال الثاني عامر.
السؤال الثاني، والدي والدتي كبيرة في السن ويجي يتكلمون خارج المطار وارفع صوتي عليهم وارفع صوتي عليهم، وخاصة الوالد الحين ما يدري حالته الا احنا نغسله. جزاكم الله خير. طيب شكرا. اذا كان ما يسمع، اذا كان ما يسمع الا برفع الصوت، فلا بأس أن ترفع صوتك له بقدر ما يسمعك، بقدر الحاجة، الحاجة داعية إلى هذا. نعم، معنا سلطان من الباحة. نعم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا لك يا عم خالد، حياك الله، تفضل. كيفك يا شيخ صالح؟ حياك الله يا شيخ. عندي سؤال أنا بس الأول. السؤال الأول يعني استفسار، وأريد يعني أعرف يعني مدى خطورة الأمر هذا. أنا والدتي يعني عندها مرض السكر والضغط، والد عندي مرض الضغط، فوالدتي ترفع صوتها يعني على والدي وزي كذا، فأنا أحاول أسد بينهما ولكن تعود المشكلة علي، فترجع أمي علي وتسبني وتلعني، وأنا يعني أزعل والضايق وكذا، فيرتفع بعض الصوت، فما حكم هذا الشيء؟ أما السؤال الثاني، فلدي مبلغ من المال وأنا عمري 18 سنة الآن، فهل علي زكاة؟ ومع علم مع أن والدتي تقول ليس عليك زكاة ولا تريد أن تخرج لي الزكاة. طيب شكرا يا سلطان، تفضل يا شيخ. السؤال الأول عن الوالدين ورفع الصوت وأمه. سؤال الوالدين. نعم. السؤال عن الوالدين، أحسن إليهما ولا ترفع الصوت عليهما ولا تغضب، قال جل وعلا فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. عليك بالرفق بهما وخفض الصوت، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، عليك بخفض الصوت وعليك بالبر بهما، ولا يعني ولا تمل من البر بهما أو تتضجر من ذلك، لأن هذا حقهما عليك. وأما السؤال الثاني، يقول أنا عندي مبلغ وأنا عمري 18 سنة، تقول أمي ما عليك زكاة. الزكاة على الكبير وعلى الصغير يا أخي، الزكاة حق في المال يجب على الصغير وعلى الكبير، الكبير يخرجها هو، وأما الصغير فيخرجها عنه وليه، لا بد منها إذا بلغ المال نصابا وحال عليه الحول. نعم، معنا اتصال فيحان من الدوادمي، تفضل فيحان. السلام عليكم. وعليكم السلام. مساء الخير يا شيخ. جزاك الله بالخير يا شيخ. عن حكم اللي يدينون السيارات يشترونها لي 80 وسددهم 100، هل هذه تدخل في الربا يا شيخ؟ إذا ملكوا السيارات ملكا تاما وباعوها عليك بثمن مؤجل أكثر من الحال فلا بأس بذلك، يجوز البيع، حل الله البيع، وهذا يشمل البيع الحال والبيع المؤجل، والناس ما يؤجلون إلا بزيادة، هذا شيء معروف. نعم، شكرا. حياك الله في حان. ننتقل إلى محمد معنا، تفضل يا محمد. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم شيخ، حياك الله. سم، حياك الله شيخ. أنا عندي سؤال يا ارتداد. طيب عطنا سؤالك يا محمد. أيوة، سؤالي هو في بعض الجهات بتطلق التكفير على بعض الحكام، يعني أنا بسأل حسي أنا يعني مع أصحابي لما بتونس بنقول هل الرئيس المعين مثلا كافر ولا لا، مثلا مثال بشار الأسد، في ناس بيقولوا هو كافر وفي ناس بيقولوا لا، وفي الحديث اللي بيقول يا أخي الأحد الذي بيننا وبينهم الصلاة، وبنشوف في التلفزيون أنه بعض اللقطات بتجيب أنه بشار الأسد يصلي، هل بشار الأسد كافر ولا لا؟ باعتباركم جهة رسمية أرجو منكم الإفادة. يا أخي ما كلفك الله بهذا، بالكلام بالناس وتكفير فلان وعلان، ما كلفك الله بهذا، وانصح إخوانك أنهم لا يدخلون في هذه المواضيع، هذه مواضيع خطيرة، وأيضا هذه ليست من شؤونكم، تكفير الناس لا يجوز إلا ببرهان، ويكون هذا عند أهل العلم والبصيرة إذا احتاج إلى بيان الحكم، وأما إذا لم يحتاج إلى بيان الحكم فلا يجوز أن يكون هذا حديث المجالس وانشغال الناس بذلك، لأن هذا فتنة. نعم،
أحسن الله إليكم. هذه إحدى الأخوات تقول بارك الله فيكم، ما هي حقوق المرأة المهجورة من زوجها لسنوات؟ عليها أن تطالب بحقها عند القاضي وهو يبين حقوقها على زوجها. نعم. تقول إذا طلبت الطلاق هل أأثم بذلك؟ هذا عند القاضي، إذا استدعى الأمر طلب الطلاق فلها أن تطلب الطلاق. نعم. نعم حفظكم الله. هذا يسأل عن المسح على الرأس بالنسبة إذا كان له شعر طويل، هل يلزم كامل الشعر أم إلى الرأس فقط؟ على الرأس، على ما يحاذي الرأس فقط، ولا ينزل إلى مع الشعر النازل نعم بل يكون على قدر الرأس. نعم. نعم حفظكم الله. هذا حفظكم الله يقول من عاداتنا كثرة الحلف بالطلاق، فما هو توجيهكم حفظكم الله؟ اتركوا هذه العادة لأنها قبيحة وفيها خطورة، اتركوها وتجنبوها وانصحوا إخوانكم أن يتركوها. نعم بارك الله فيكم. فضيلة الشيخ صالح، هذا أحد الأخوة يقول بالنسبة لمن يتوسل بالرسول صلى الله عليه وسلم فقط، هل هذا جائز وما حكم التوسل بالآخرين؟ لا يجوز التوسل بالأشخاص، لا بالأنبياء ولا بالصالحين ولا بغيرهم، إنما يتوسل بدعاء الصالحين، يطلب منهم إذا كانوا أحياء وحاضرين، يطلب من الرجل الصالح أو المرأة الصالحة أن يدعو الله للإنسان المحتاج، هذا هو التوسل المشروع، بطلب الدعاء من الصالحين الحاضرين أن يدعو لغيرهم بحاجته، وهذا أمر جائز وسائغ. وقد طلب عمر بن الخطاب رضي الله عنه من العباس بن عبد المطلب أن يدعو الله للمسلمين بالسقيا في صلاة الاستغاثة، وقال اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، يعني يوم كان الرسول حيا توسلون بدعائه عليه الصلاة والسلام، ولما مات الرسول صلى الله عليه وسلم والميت لا يطلب منه شيء، عدلوا إلى العباس بن عبد المطلب عم الرسول صلى الله عليه وسلم. الشاهد من هذا أنه يجوز التوسل بدعاء الصالحين، لا بذوات الصالحين ولا بجاههم ولا بحقهم، لأن هذا أمور لم ترد وهي بدعة. نعم أحسن الله عليكم. معنا اتصال فيصل من أبها. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. السلام. سم يا شيخ، في بعض الشباب هداهم الله يقومون بتقليد أصوات النساء وما شابه من ذلك، من تطويل الشعر والملابس، لو حبذا يا شيخ تعلقون على الموضوع ده، الله يجزاكم خير. شكرا يا فيصل، تفضل يا شيخ. لا يجوز للرجال أن يتشبهوا بالنساء ولا يجوز للنساء أن تتشبه بالرجال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المتشبهين من الرجال بالنساء ولعن المتشبهات من النساء بالرجال، لا يجوز التشبه بهن في أصواتهن أو في صورتهن أو لباسهن أو غير ذلك. نعم أحسن الله إليكم. نايف من المدينة المنورة. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. وعليكم السلام. يا شيخ بسأل عن الاكتتاب، شركات دي الأسهم، الاكتتاب الأسهم وبعدين إذا ارتفعت كذا بيعها، يعني كيف يجوز؟ شكرا يا نايف. والله يا أخي ما أعرفها الشركات هذه والمساهمات، لا أعرفها، المساهمات النزيهة في الأراضي في العقارات في المزارع في المصانع لا بأس بها، أما التي ليس لها وجود إنما هي شركات ولا يدرى ماذا تشتغل ولا ما هو إنتاجها، فهذه لا تقدم عليها. نعم أحسن الله إليكم. بارك الله فيكم. هذا أحد الأخوة بعث بهذا السؤال يقول أن هناك بعض العامة ينزلون العادات محل العبادات، حيث يعتقد بعضهم أن هناك حرفا غير شريفة ويوبخون من يعمل فيها كالطباخة والحلاقة وصناعة الأحذية والعمل في النظافة وغيرها، فما هو توجيهكم وهل هناك دليل شرعي يثبت صحة هذا الاعتقاد؟ لا، ما في دليل شرعي إلا الكسب الذي فيه دناءة، مثل كسب الحجام، هذا ورد أنه كسب الحجام خبيث، يعني أنه ردي لما يشتمل عليه من مص الدم وغير ذلك. أما بقية الحرف هذه عادات عند الناس، هم اللي
ينفرون منها وينفرون منها. وطلب الرزق مطلوب، مطلوب للإنسان أن يطلب الرزق بأي مهنة مباحة. نعم. أبو سعد معنا، تفضل بالسؤال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله مساءكم. حياك الله. عليكم السلام حياكم. ورحمة الله وبركاته. سمع. السؤال الأول، الله يوفقنا وإياك، ما حكم متابعة القنوات مثل الجزيرة الوثائقية والعربية والأماكن الدراما اللي هي قناة البدو؟ هل متابعتها حرام أو حلال أو زي كذا يعني؟ طيب، في سؤال آخر. السؤال الثاني، الله يوفقنا وإياك، هل الوالد في ذمة ابنه؟ ومثلا الابن فيه دين وكذا والوالد يفعل المعاصي والأمور اللي ما ترضي الله، مع أن الولد ينصح والده كم مرة وزي كذا؟ طيب، هل الوالد يعني في ذمة ابنه؟ وسلامك الله يوفقنا وإياك. تفضل الشيخ. حكم القنوات، يقول السائل، القنوات التي فيها فائدة ومصلحة دينية وتستفيد منها في دينك لا بأس تتابعها، أما القنوات التي ليس فيها مصلحة أو فيها مضرة فاتركها وتجنبها. نعم. سؤاله الآخر يقول، هل الوالد في ذمة ابنه إذا كان الابن ينصح والده على عن ترك المعاصي وما إلى ذلك؟ نعم، النبي صلى الله عليه وسلم قال، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. والوالد أولى أن تنصح وأن تنكر عليه باللطف والحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن، هو أولى الناس بأن تنصحه. هذا إبراهيم عليه السلام أول ما بدأ بأبيه، أول ما بدأ بالنصيحة بأبيه، وأطال معه الجدال لحرصه على هدايته، وله حق عليه على ابنه. فأنت عليك بالرفق في أبيك ولا تترك المناصحة معه، وداوم عليه ورغبه في الخير ونفره من الشر، وإذا كان يقرأ اهدي له كتب أو سمعه أشرطة من الأشرطة الطيبة الصادرة من أهل العلم، لعل الله أن يهديه. نعم. معنا اتصال الأخ مشعل من الرياض. نعم. أيوه، السلام عليكم. وعليكم السلام يا مشعل، تفضل. السلام. الله يحفظك. أنا إذا عندي سؤال، المسلم أو المؤمن خارج من منطقة مثلا الرياض إلى مكة، وأراد أن يجمع مثلا، ويعني وصل مثلا وقت العصر ومع الظهر أو المغرب مع العشاء، هل يحق له جمع تقديم أو تأخير؟ طيب، شكرا يا مشعل. يا أخي، المسافر يجمع، يباح له الجمع ويتبع الأرفق به. إن كان الأرفق به جمع التقديم فإنه يجمع جمع تقديم، وإن كان الأرفق به جمع التأخير فإنه يؤخر في وقت الثانية. ولكن إذا كان نازلا مثلا وأراد أن يرحل من منزله في السفر قبل أن يدخل وقت الظهر، فإنه يؤخر الظهر ويصليها مع العصر جمع تأخير. وأما إذا دخل وقت الأولى وهو لا يزال نازلا في السفر فإنه يصلي جمع تقديم، يصلي الأولى ثم يجمع إليها الثانية ويرحل، كما فعل النبي، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. هذا متعب من الرياض يقول، ما هو فضل بناء المساجد؟ فضلها عظيم، قال صلى الله عليه وسلم، من بنى لله مسجدا بنى الله له قدر مفحص قطات، بنى الله له بيتا في الجنة. والله جل وعلا قال، إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة. وهذا يشمل عمارتها الحسية بالبناء المناسب، ويشمل عمارتها المعنوية بالعبادة. نعم. أحسن الله إليكم. معنا اتصال من الأحساء، معنا أحمد، تفضل. ألو، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سم، سؤالك. كيف حالك أخوي؟ حياك الله. واللي حملك عن سؤال واحد. تفضل. يا أخي، عندي شهادة أنا ثانوية عامة، كل ما أقدم فوقي أسمي ما نمحصل، صار لي يمكن 11 سنة ما نمحصل، تعبت طفشت من الحياة، صار لي يومين في البيت ما أطلع، طفشت مرة. طيب، شكرا يا أحمد. حياك الله. أعتقد أنه هذا ليس سؤال فتوى يا شيخ. نعود. نعم.
نعود إلى الأسئلة التي وردت. هذا يسأل يقول: هل يأثم من حفظ القرآن ثم نسيه بعد ذلك لانشغاله بأمور حياته؟ لا، ما يأثم، ولكن يكون زال عنه نعمة عظيمة، عليه أنه يتعاهد القرآن لئلا ينساه. نعم، بارك الله فيكم. معنا اتصال، عبد الله من الدوادمي، حياك الله. حياك الله، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. سعد الله مساك يا شيخ صالح. حياك الله. أحبك في الله يا شيخ. ترى فيه ارتداد. سم سؤالك يا عبد الله. عندي سؤالين يا شيخ. الأول بالنسبة للرجل، ماذا يفعل مع زوجته التي تكره أو تغضب إذا قضى حوائج يعني أمه مثلا، فهي تغضب زوجته مع العلم أنه لم يقصر معها في شيء نهائيا من ناحية المعيشة والمعاشرة وحسن العشرة معها. السؤال الثاني يا شيخ، بالنسبة للرسائل، إذا كان يراسلها رسائل نصية بحيث أنه يقول مثلا أنت طالق أو طلقتك، وهو لا يقصد، أحيانا لا يقصد الطلاق في نيته، أو قد يكون من باب الغضب، هل يقع الطلاق يا شيخ؟ شكرا يا عبد الله، شكرا لك، بارك الله فيكم. سؤاله الأول يسأل حفظكم الله يقول: ماذا أعمل مع زوجتي إذا كانت تكره عملي مع والدتي وأقضي حوائجها، مع أني يعني وافي مع هذه الزوجة وغير مقصر معها؟ اقضي حوائج والدتك وأنت مأجور، وهذا من البر، ولا تلتفت إلى أن الزوجة تكره هذا أو لا تريده، لا تلتفت إلى هذا، لأنها ترضى لك المعصية والقطيعة، فلا تلتفت إليها، واستمر في برك بوالدتك. نعم. يقول: أحيانا أرسل لها رسائل نصية في الجوال، أنت طالق، أنت، من باب التهديد فقط، هل يقع هذا الطلاق؟ هذا تراجع المحكمة يا أخي، المحكمة. نعم. القاضي في المحكمة، أو تأتي لدار الإفتاء في الرياض وتلقي سؤالك، تجد الجواب إن شاء الله. نعم. أبو خالد بن بيشة، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. وعليكم السلام. مساكم الله بالخير. حياك الله. كل عام أنتم بخير إن شاء الله. سم سؤالك. يا أخي هذا ما له أصل أنك تهني بالعام، تهني بالعيد، عيد الأضحى ولا عيد الفطر، هذا اللي يهنى فيه. نعم. أما العام ما يهنى فيه، ما ورد هذا. نعم. سؤالك أبو خالد. يا شيخ سم. نعم يا شيخ، الله يرحم والديك. نعم. أنا عندي والدة صار بينها وبين أبوي خلاف، والوالدة هذه ضعيفة حالها، كبيرة في سنها، ولا يعطيها مطالبها، وقالت لي ابن لي بيت، وبنيت لها بيت وسكنت فيه، وش على يا شيخ من الوالد على شيء يلحقها شيء، بالرغم انه لا يصارفها ولا يعطيها شيء، وحالتها ضعيفة، والوالد باقي قوي يا شيخ، الله يرحم والديه. طيب، شكرا يا ابو خالد، تفضل يا شيخ. انت احسنت الى والدتك، وهذا من البر والواجب عليك، وجزاك الله خيرا. واما حقها على الزوج فهذا تطالب به الزوج، وإن أمكن أنك تصلح بينهما وتسوي النزاع بينهما فهذا عمل طيب. نعم. معنا اتصال آخر، أبو عبد الرحمن من الرياض. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك شيخ خالد؟ حياك الله. خالد شيخ صالح. حياك الله. الله حياك شيخ صالح. عندي جاري أنا بيزيني في الطلعة في الداخل، ويتكلم كلام ما مزبوط، ونصحته كم مرة وما ما رجع عن اللي هو فيه. طيب، شكرا أبو عبد الرحمن. لا تجوز أذية الجار، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، عليك أن تناصحه وتكرر النصيحة عليه، أو تعهد إلى من ينصحونه ويحذرونه من أذى الجار، اعمل أي وسيلة تدفع بها هذا الأذى، والله يعينك عليه ويهديه. نعم.
معنا اتصال محمد من الخرمة. نعم نعم شيخ، السلام عليكم ورحمة الله. حياك. عليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك يا شيخ صالح؟ حياك الله بخير. الله يجعل وجهك في الجنة. آمين يا شيخ. حياك. في واحد أعطيته مبلغ يعني بسيط وراء عني مدة طويلة وأنا ما أعطيته وأبغى يعطيني إياه، بعد مدة طال عمرك يعني واجهني في الشارع قال يا أخوي أنت لك عندي، قلت يا أخوي أنا والله ما أخذها، قال والله أنت أخذها، قلت والله ما أخذها، قال والله أنت أخذها، أنا حالف وهو يحالف، وبعدين طال عمرك أنا ما أخذتها، لقاها هو وناديت العامل البنغالي كان واقف جنبنا من حقنا البلدية وقلت خذ خذ الدراهم، يعني أنا ما أخذتها هو ما أخذها، هذا السؤال طال عمرك. السؤال الثاني يا شيخ، كثرة الطلاق متشرف مرة، نبغى منك نصيحة الله يوفقك لما يحب ويرضى يا شيخ. شكرا يا محمد، تفضل يا شيخ. نعم، الدراهم اللي أمرت العامل يأخذها معناه أنك أنبته بيأخذها، فأنت لو تركتها ما صار عليك شيء، أما الآن فتكفر عن يمينك. نعم. كثرة الطلاق ونصيحة يقول. هذا لا يجوز، الطلاق أمر خطير ولا يجوز التلفظ به إلا عند الحاجة وبقدر الحاجة فقط، ويكون على السنة بحيث يمكن المراجعة في العدة، وعلى المسلم أنه يتجنب الطلاق مهما أمكنه أن يتجنبه ولا يلجأ إليه إلا عند الضرورة، ويكون على الوجه المشروع أيضا. نعم. معنا اتصال محمد من جدة. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. يا أخي لدي سؤالين للشيخ. الأول أن أجد لدى سماحتي جوابا شافي. السؤال الأول، في هذه الأيام كثر الأخذ والرد في ترسخ اليقين، ما هي الوسيلة التي تحقق هذا الأمر؟ السؤال الثاني، لحظة، السؤال واضح السؤال يا شيخ الأول؟ لا أعد سؤالك الأول يا محمد. السؤال الأول، في هذه الأيام كثر الأخذ والرد في ترسيخ اليقين أو ترسخ اليقين، طيب ما هي الوسيلة لتحقق هذا الأمر؟ طيب السؤال الثاني، السؤال الثاني، هل يتحقق القدر بالسبب أو أن تحققه لا يحتاج إلى أسباب؟ طيب تفضل يا شيخ، يسأل عن ترسيخ اليقين. ترسيخ اليقين يكون بذكر الله عز وجل والإكثار من تلاوة القرآن والتدبر للقرآن وبحضور مجالس الذكر والاستماع للمواعظ والمحاضرات وخطب الجمع والحرص على ذلك، بهذا يقوى اليقين بإذن الله. نعم. السؤال الثاني، نختم بسؤال الثاني، يقول هل يتحقق القدر بالسبب؟ هناك أقدار مبنية على أسباب، إذا حصلت حصل المقدر، وهناك أشياء ليست، هناك أقدار ليست مربوطة بأسباب، هذه لا بد من وقوعها. نعم. أحسن الله إليكم وجزاكم الله خير الجزاء وجعل ذلك في موازين حسناتكم. أيها الإخوة والأخوات، إلى هنا وناتي إلى ختام حلقة هذا اليوم مع ضيفنا الكريم معالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا جميعا بما سمعنا. بإذن الله تعالى يجمعنا بكم لقاء مقبل إن كان في العمر بقية. نستودعكم الله، وهذه التحية من الزميل عبد الله السعيد من الإخراج وأيضا كافة الزملاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.